سهير زكي واحدة من أهم الراقصات المصريات، تميزت بأنها أشهر من استطاع الرقص على أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، إلى أنها ظهرت في نشرة الأخبار لأول وآخر مرة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكان ذلك في حفل زفاف نجلة الرئيس جمال عبد الناصر وبموافقته. سهير زكي قالت إن أول ظهور ليها في نشرة الأخبار وهي بترقص كانت المرة الأولى والأخيرة التي تذاع فيها راسا من فرح في نشرة الأخبار، وده كان بموافقة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. كشف سهير زكي في تصريحات صحفية لها بعد ذلك بسنوات، قالت مصر كلها شهدت تلك الرقصة في التلفزيون، بدأت العائلات الكبرى تطلبني بالاسم وتطلب مني الرقص بنفس البدلة اللي رقصت بيها فرح ابنة جمال عبد الناصر. أما عن علاقتها بعبد الناصر وزوجته كانت بتقول: علاقتي بالزعيم عبد الناصر وحرم وتحية هانم بدأت لما الزعيم طلبها أنها ترقص فرح ابنتهم، وذلك قبل 24 ساعة فقط من الحفل. قابلتها السيدة تحية بترحاب شديد جدا وقالت لها: سهير من فضلك ساعديني، أنا في ورطة مش عارفة أعمل إيه في مراسم الفرح، يعني دخول وخروج المعازيم وترتيب ظهور هدى وكيفية تقابلها مع زوجها، هل يكون من هنا أم من عند السلم؟ مشيرة إلى أنها طمأنتها وهدأتها، وبعد مرور ساعتين فقط تم وضع الترتيبات اللازمة لكل كبيرة وصغيرة وخرج الفرح بشكل رائع. هنتابع مع بعض جزء من فرح ابنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. الفنانة سهير زكي هي أول من رقص على أغاني أم كلثوم. ولد في مدينة عزب السليم باشا بجانب قرية عاصم محافظة المنيا، حيث كانت تقام حفلات لأم كلثوم هناك، وتعرف عليها في إحدى الحفلات وهربت معه إلى الأسكندرية، وفي الأسكندرية عرفت الشهرة، وبعد كده اتجهت إلى القاهرة ورقصت في برنامج أضواء المسرح. رقصت أيضا في أماكن السهر وشاركت في أكثر من 50 فيلما كراقصة وكممثلة. أما اسمها الحقيقي سهير زكي عبد الله، تزوجت من المصور محمد عمارة، اعتزلت الفن في أوائل التسعينات. الفنانة سهير زكي رقصت في حفلات زفاف جميع أبناء الرؤساء، كما رقصت أمام الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون. مش بس كده، كمان رقصت في حضور شاه إيران السابق، كمان زارت موسكو، زارتها بدعوة من الجنرال جريتشكو وزير الدفاع السوفيتي. الحقيقة هي راقصة جميلة وعالمية نالت شهرة واسعة جدا في التسعينات. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، أتمنى أنها تكون عجبتكم.